عند ابو علي، سير سير عند ابو علي. هبط عندي يا ابو علي. السلام عليكم، كي داير اخويا؟ مزيان الله يدافع عليك. ضروري اخويا، كي بالك في الماتش؟ جينا فرحانين نحتفلوا مع كاع المغاربه اخويا، وهاد الاجواء هادي اللي كاملين كنحسوا بها فرحانين، وما لنا الا نشجعوا المنتخب المغربي وان شاء الله احنا معاه في السراء. انت كتوقع 2-0؟ كنا متوقعين اخويا غادي نربحوا من بدايه المقابله بطريقه اللعب اللي كنلعبوا مثبتين ومحصلين، يعني بين الماتش مربوح ديال المغرب، ونتمناو نربحوا كندا كذلك. وليد الركراكي شنو بغيت تقول لي؟ كنقول لي تبارك الله عليك، هذيك هي الرزانه ديال المغاربه اللي معروفين بها. اللهم بارك، عندنا مدرب مزيان راس لافوكا، بعدنا ما نقولوا عليه، بعدنا ما نسالوا راس لافوكا، نرمي عليه. هذيك هي اللي كاين، لا تقول الزمان المغربي اللي كاين هنا حاضرين. حنا المغاربه وجينا جينا نشاركوا معاهم الفرحه، نشاركوا معاهم الفرحه والنظر. وادي الوطن شكرا عليك، انت المسعد على الفرحه الكبيره. السلام عليكم. المسعد الفرحة كبيرة بزاف، كبيرة بزاف هنا في عيد أصدقائي دابا سنين دخلونا. السلام عليكم. توقع ديالك؟ لا كنا متوقعين بان المقابله تكون صعيبه شويه، ولكن الحمد لله ما تتوقع 2-0. لا كنت نتوقع 1-0 صافي، ماشي 2-0، وانما المغاربه لعبوا ولعبوا ولعبوا رجاله، والحمد لله على الخطه اللي دار الركراكي. برافو لك، تبارك الله عليك. السلام عليكم. لا راس لافوكا ستقول يعني الحمد لله. لافوكا ستقول راس لافوكا ستبغي تقول كي ولد الركراكي. برافو لكم الدراري، ابو علي برافو لك خويا، تحيه لابو علي، تحيه لابو علي. اذا شوفوا معنا مشاهدينا ديال الاجواء هنا في عين دياب، فرحه كبيره بزاف. اسكن عاوتاني خويا، شنو التوقع ديالك؟ شوفوا فيك حلوه. واش كان كيبان لك؟ واش كان كيبان لك 2-0؟ ها؟ واش كنت متوقع 2-0؟ اه متوقع، متوقع واش متوقع؟ حب الله المنتخب فعلا انت متشبعها. شوف كان التوقع ديالك الماتش؟ بالمعنى 2-0. 2-0 والله العظيم. شكون كان غيمار؟ ها؟ الصغيري ولا مش سميتو؟ زياد. ها؟ وين تعرف واحد يلعب؟ صبري وعبو غلاب. صبري وعبو غلاب. ديما مغرب. رسالة ديالك لوليد الركراكي. كنشكرهم كاملين اللعاب، وكنشكرو المدرب، وكنشكرو الجماهير اللي ساندت المنتخب المغربي، وكنشكرو يما فرحتنا المنتخب. شكرا يا ميدو. التوقع ديالك شنو كان التوقع ديالك؟ انا فرحانة بزاف المغرب. برافو. شوفوا معنا مسجلين ديال الاجواء هنا في عين دياب، فرحة كبيرة من طرف الجماهير المغربية هنا في عين دياب. الحمد لله اللي طلعنا على اننا نفوزوا ونسافر، الحمد لله الحمد لله، والفرحه راه كبيره بزاف هنا في عين دياب. شوفوا شنو واقع، كلشي فرحان، كلشي خارج من اجل المغرب، جميع المنتخب المغربي الوطني. برافو لهم، برافو لهم، برافو لهم. Thank you.
صغيره ما عندكش 18 عام. اذا شوفوا معايا المسلمين فرحه كبيره بزاف، فرحه كبيره بزاف. كيف يوم هو برافو الوالدين، برافو اللاعبين، برافو لكل شيء، برافو لهم. اتعمينا شوفوا معايا الفرحه كيف دايره هنا في الحي. توقع جوج زيرو. توقع ديالك قبل ما يبدا الماتش، توقع ديالك قبل ما يبدا الماتش. ايوا حنا كنا تنقولوا بلجيكا صعيبه باش غادي نلعبوا نربحوها، فرقه صعيبه عالميه معروفه، ولكن الحمد لله ربي كبير، ربي كبير، ربي نصر المغرب ونصر بالعرب ونصر المسلمين اجمعين. انا مغرب كنا كنقولوا اجي الزهر الزهر، ولكن اجي الزهر بزاف. تبارك الله عليك، حيدوا من الطريق، عندكم الطريق. السلام عليكم. بغيت تقول للمغاربه اليوم انا فرحانين ليهم، انا فرحان. المغاربه اليوم نقول لهم مبروك عليهم ومبروك على جميع الامه المغربيه. انا فرحانه بزاف بزاف، وخا في الاول كانت شويه مخلوعه، عاودوا لينا جوج زيرو العقبه الناجحه ان شاء الله مع مع كندا. فرحانه بزاف فكير هذا، مبروك علينا. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك الكاملين. اليوم غريب شوفوا معايا مشاهدينا هذه الاجواء هنا بعين دياب، كل شيء فرحان، كل شيء فرحان، كل شيء فرحان. الله يبارك لك بالصحه هنايا. فما بقى لي غير نقول لكم غنوصلوا على الانسات بات المباشر، نلقاكم في بات اخر ان شاء الله. تبقاو على